نحن كسلطة والحكومة تشاركنا في هذا الموضوع لن ولم نغفل عن القطاع الخاص. يوجد مبادرات وهذه المبادرات نتمنى أن نطورها ونعمل عليها بشكل واضح بوجود رئيس التمكين للحفاظ أو سد الفجوة بين الموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص، بما أن القطاع الخاص يمثل الشريحة الأكبر من المواطنين. والحمد لله احنا حلفنا على القسم للحفاظ على المكتسبات وفعلا حفظنا على مكتسبات المواطنين، وإذا في مكتسبات زيادة نطلع أن تتحقق خلال لجنة إعادة توجيه الدعم بإذن الله. التوافق بين السلطتين اللي حصل التنفيذية والتشريعية يدل على العمل المثمر بروح الفريق الواحد وفق نهج جلالة الملك المعظم.